كاتناشيني سيابيملوشيو بارتنيورسو استراتيجيسكو زيماي. التنسيق مع الصين على الساحة الدولية أصبح عاملا للاستقرار في العالم، وقد شهد هذا العام نموذجا جديدا يحتذى به للتعاون بين الصين وروسيا، قائما على أساس مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام مصالح بعضنا والرغبة في تحويل الحدود المشتركة إلى حزام سلام أبدي وحسن جوار وتعاون ودي، وهو ما سمح لنا بالارتقاء بعلاقاتنا إلى مستوى جيد.